اول حاجه لازم تعرف ان الحمام اللاحم حمام زي اي حمام. لو انت بتعرف تربي حمام وتفرخ فانت هتعرف تربي الحمام اللاحم بكل سهوله جدا، لانه هو كله حمام، كل حمام بياكل، كل حمام محتاج رعايه زي بعضه. ممكن الحمام اللاحم بيحتاج شويه حاجات زياده شويه، يعني ايه هقول لك عليها دلوقتي. قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان تشوف باقي فيديوهاتنا. في ناس كتير كانت سالتني بتسالني على الحمام اللاحم، في ناس حاجزين او ناس مكلميني. انا ما بحجزش حمام يعني، او ما باخدش فلوس من حد الا اذا ما يكون الحمام جاهز ان شاء الله. هندخل على طول على موضوع الفيديو. اللي بيسال مثلا يقول لك ايه العين المناسبه لتربيه الحمام اللاحم، مقاس كام في كام؟ اقل مقاس يا جماعه تربي فيه حمام لاحم في سلكات طبعا 60 في 60 ارتفاع 40، ده اقل شيء. انا كل ما المقاس يكون اكبر يكون افضل كمان. في سلاكه برف زي دي بتكون ممتازه جدا للحمام اللحم. ليه بقى؟ عشان لو الحمام لحم بعض على الزغاليل ما يبيضش في نفس الدور الزغاليل تمشي. يعني مثلا لو دي الحمام ده معاه زغاليل اهوت، لو هو بيض دلوقتي هيبيض هنا في الطاجن الثاني ده. طيب ايه فايده بقى الرف الداخلي؟ بدام ممكن كده، فايده الرف الداخلي لو هو زغيل تحت كده نحط الطاجن الثاني فوق كده عشان الزغاليل دي لما تكبر ما تروحش على البيض تبوظ البيض. دي فايده الرف الداخلي. لو مش عايز الرف الداخلي مفيش مشكله. طب هو السؤال بقى الثاني، لازم ان انا احط الطاجن الثاني لو ما عنديش سلاكه غير سلاكه دور واحد؟ لا مش شرط يا غالي ان انت تحط طاجن ثاني، لا ممكن تشتغل بطاجن واحد. اذا الحمام لو الزغاليل كبرت ممكن ينزل الزغاليل كده على الارض طبعا لو هي كبيره، لكن لو هي صغيره ممكن يبيض عليها عادي. لكن طبعا الافضل انك تحط الطاجن لو مش هيخسرك حاجه، لو بامكانك تحط طاجن ده تاني حط الطاجن. طيب هل ممكن يطلع ريشه ملونه في الحمام اللاحم البيور؟ ايوه ممكن يطلع ريشه في الحمام ملونه، ريشه بني او ريشه سوداء، لكن هوري لك شكل الريشه بيكون عامل ازاي عشان ما تقولش اللي يقول لك غير كده، اللي يقول لك غير كده بيضحك عليك. حمامه اللاحم اصلها حمامه مهجنه، الشركة الفرنسية مهجنها فبيرجع للأصول. الحمامة عندنا شغالة بقالها أكتر من 20 سنة، فطبعا بترجع للجدود. بيبان مواصفات، ممكن يكون فيه لون تاني يظهر لك، وممكن يظهر زفارة في الرجلين في الريش. هوري لك برضو ازاي لكن بحدود معينة، مش ريش كامل. هوري لك دلوقتي ازاي. زي ما حضرتك شايف ذكر الحمام ده، شايف الهبو ده، هي بتظهر بالشكل ده. ممكن تبقى بني ممكن تبقى أسود. دي ظهرت بني، حجمه بسم الله ما شاء الله تبارك الله، مفيش احسن من كده، بيور البيور يا جماعه. لكن ظهر فيه الحاجه دي، ده بيرجع من ايه؟ ده بيكون من جواز القرايب سواء كده او الزفاره في الريش. لكن طبعا اللي زي ده مش بنبيعه، لان طبعا هنا في مصر الناس واخده فكره ان ده يعني ايه، بيقول لك ده مش لحم بيور. لا يا جماعه هو لحم بيور وممكن يظهر في رجليه زفاره، بس مش ريش زفاره، اللي هو ريش خفيف جدا. وهوري لك برضو بتبقى عامله ازاي. تمام شايف حضرتك باينه اهي، يعني ممكن تشوفها او ممكن ما تلاحظهاش. الهبوه ديت اللي انت شايفها دي ممكن تشوفها او لا، ودي الزفاره اللي ممكن تظهر في الريش اللي انت تقول عليها الراجل غشني بالظبط بالشكل البسيط ده، او ممكن اكتر من كده شويه. ده بيكون نتيجه من جواز القرايب. لو عايز تحلها ان انت هتجي تشتري من حد تاني غير المصدر اللي انت شاري منه الاول، يعني تباعد بين الدم، يعني لما تكونش الجواز ايه قرايب من بعضه. فهتحل المشكلة لما انت تجيب دكر مثلا من مكان تاني على انتاية من الحمام اللي عندك، هتتحل المشكلة ومش هيطلع في الانتاج الزفارة ديت ولا موضوع الريش اللي هو الريش الملون. يعني طبعا موضوع زفارة الريش او موضوع الريش الملون ده بيسموه طبعا الغواء اللي عارفين في الحمام اللحم، يسميه حرق دم، اللي هو حرق دم اللي هو من تزاوج القرايب. يعني لما بتخلف الحمام بتجيب من مصدر تاني، الموضوع ده بيختفي يعني. وبعدين يا غالي موضوع زفارة الريش او اللون المختلف ده عادي يا جماعة، دي حمامة دبيح. ما تنساش في النهاية ان هي حمامة دبيح مش حمامة زينة. كل اللي يهمك فيها ان هي يعني تكون انتاجها سريع ويكون حجمها كويس. الناس كلها مشغولة بالسؤال ده، اللي يقول لك الحمام اللحم بيلحم على كام يوم. طيب انا هقول لك الحكاية دي اختلفوا فيها كتير، واللي يقول لك انا الراجل غشني اللي بقى جايب من فلان مشهور وغشني. لا يا جماعة ممكن يكون انت السبب، يعني ما يجيش حد يقول لك الحمام بيتاخر ما بيبيضش عندي غير لما بيفطم الزغاليل وانت تقول له الراجل غشك. لا ممكن يكون هو العيب من نفس المربي. ازاي بقى؟ يكون عيون الحمام اللي هو مربي فيها عيون ضيقه اقل من 60 في 60، ده هياثر طبعا على انتاج الحمام ومش هيلحم العيش في العيش، وممكن ما يبيضش كمان. كلفه بتاعه الحمام
اللي هو مش بيهتم بالكلفة، عنده شوية ذرة في الأرض، ذرة صفراء أو ذرة بيضة اللي هي الذرة الفلاحي بتاعتنا اللي بناكلها ونشويها ديت، يكون هو بيأكل منها بس، أو بيأكل غلة بس، أو بيأكل غلة وعيش، فمش بيكلف الحمام حاجة، مش بيعطي الفيتامينات المطلوبة والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية، مش بيهتم بأنه يعطي غسول كلوي ومنشط كبدي ومضاد سموم والحاجات دي. طبعا لازم تصرف على الحمام عشان يعطيك إنتاج، لكن مش هتصرف على الحمام ما تستناش منه إنتاج. الكلام ده عموما سواء للحمام اللحم أو غير الحمام اللحم، كل الحمام ممكن يلحم معاك لو أنت اهتميت بالحاجات اللي بنقول عليها دي. حاجة تانية كمان ممكن تخلي الحمام ما يبيضش عندك أو ما يلحمش العش في العش، أو أنت اشتريت حمام من حد وتأخر عندك في البيض، ممكن تقول الراجل ده غشني. إزاي بقى؟ أنت اشتريت جوزين من واحد مشهور وراجل ثقة زي ما حضرتك بتقول والناس كلها بتشكر فيه، جيت أنت حضرتك حطيت القصين في سلاكة زي كده، حطيتهم أسبوع، وبعد أسبوع جالك مزاجك تقول إيه طيب أما ربيهم على السايب، رحت منزلهم على الأرض كده حطيتهم أسبوع، لا كده الحمام مش هيبيض. لو الحمام ما استمرش في مكان واحد يتعود على المكان، اهم شيء تسيب الحمام في مكان واحد يتعود على المكان، يبيض فيه، يفرخ فيه، يتعود على المكان، ما تستعجلش عليه، ممكن يقعد عش يتاخر اول ما يجي لك اسبوعين شهر، الحمام بياخد على المكان الاول الحمام اللحم، بعد كده يبيض، بعد كده يفتح معاك ان شاء الله ربنا هيكرمك منه. طيب ممكن تكون حضرتك شاري الحمام في فصل الصيف وتقول الحمام اتاخر. الحمام في فصل الصيف عموما في ناس بتفصله وبتعزله عن بعضه، ما تستناش منه انتاج كويس في فصل الصيف، ممكن اصلا يبيض ويطلع عندك زغليل ويجي لها جدري وزغليل ضعيفه ومشاكل الصيف كتير في الفرخ. ففي ناس بتعزل فعلا الحمام الذكر عن النتي في الصيف وما يشغلهوش غير في فصل الشتاء، وده افضل وقت لانتاج الحمام اللي هو فصل الشتاء ان شاء الله. او يكون مكان عندك مكيف زي ما شفنا اخواننا في الكويت عم مركبين تكييف للحمام، فهو الموضوع هنا حسب الجو عندك وحسب بلدك انت، شوف انت بلدك ايه، لكن في الحر مش هتاخد انتاج كويس من الحمام. طيب ايه مكونات الكلفة الاساسية؟ طيب يا سيدي، مكونات الكلفة الاساسية اللي هي دورة الحمام اللي هو دورة العويجة، فول، بسلة، دورة صفرة، قمح، الخمس حاجات دول هم المكونات الاساسية في كلفة الحمام. عايز بقى تحط قرطم، عايز تحط بذور، الحاجات دي زيادة منك انت، تكلفة منك زيادة، انت عايز تدلع حمامك ربنا يجازيك خير ويكون افضل كمان، لكن احنا قلنا لك المكونات الاساسية. عايز تحط عيش ما تكترش عيش، عايز تحط عيش بنسبة انا بقول كيلو على كل 10 كيلو كلفة، ممكن تحط عليهم كيلو عيش ما تكترش عن كده، ده رأيي، في ناس بتحط اكتر في ناس يعني اقل، كل واحد له ايه اللي هو ماشي عليها. طيب الفيتامينات ايه اللي لازم تعطيها للحمام؟ يعني انت ماشي الحمام كده بتأكل وتشرب وخلاص، لا مش كفاية يا جماعة، لازم تأتي فيتامينات 3 أيام، وتأتي أحماض أمينية 3 أيام، وأملاح معدنية 2 يوم، مضاد سموم، وتأتي مضاد سموم وغسول كلوي ورافع مناعة. الحاجات دي إن ما كنتش أنت بتعتها يبقى أنت مقصر في الحمام، أنت منتظر من الحمام ينتج إزاي، يبقى أنت لازم تكلف الحمام. إذا وفرت في التكلفة ما تنتظرش من الحمام ان هو ينتج معاك، هيكون زي الحمام اللحم زي اي حمام. لو انت وفرت وحبيت ان انت توفر، ما تنتظرش ان الحمام يلحم معاك العيش في العيش، ولا تنتظر حتى ان هو يطلع زغليل حجمها كويس، ممكن ساعتها يطلع لك زغليل حجمها ضعيف كمان. ولو انت موفر ما تعيبش في حمام حد، ممكن يكون العيب فيك انت وانت ما انتش عارف، دور عن السبب بعد كده تسأل عن الحمام، شوف ايه السبب اللي مخلي الحمام عندك مش كويس، وبعد كده تسأل انت جايب الحمام منين. كان سؤال تاني بيقول لي الحمام اللحم مريح، حمام اللحم ممكن يريح زيه زي اي حمام، وزي ما قلت لك قبل كده مرات كتير الحمام كله وكل انواع الحمام في ناس بتعزل الذكور عن النتي في فصل الصيف عشان مشاكل الانتاج، بيريح دماغه يرجع الحمام تاني بيعزل، يعني مثلا السلكات كده يفضي الذكورة، نزل الذكورة من السلكات ويسيب النتي مدة 2 شهر، ممكن 3 4 لحد ما يخلص موسم الحر عنده، يرجع تاني يرجع الذكر للنتاية، يكونوا مشتاقين اكتر، يبدأوا يشتغلوا بكل كفاءتهم، بيعوضهم الفترة اللي هم ارتاحوا فيها، بيكونوا مرتاحين وعندهم اشتياق لبعض واشتياق للفرخ، فبيكون طبعا هتاخد منهم نتيجة احسن. سؤال تاني كمان بيقول ايه الافضل، نشتري شغال ولا نشتري شباب ولا نشتري زغليل؟ طبعا لو انت اشتريت شغال بيكون السعر عالي، فانت طبعا بتفكر في الزغليل او بتفكر في الحمام الشباب، ممكن تخاف تشتري حمام كبير يطلع حمام عجوز عند صاحبه. هقول لك على حاجات، كل حاجة وليها ميزة وليها عيبها. لو انت هتشتري حمام شغال من حد مضمون يكون اول شغله وبس هو جربه، فانت هنا معاك ضمان ان انت شاري منه حمام شغال،
فالمفروض انت شاري حمام شغال يبقى حمام شغال. لو الحمام جه عندك ما اشتغلش هتقول للراجل الحمام ده ما اشتغلش، الذكر بيضه فارغ، النتايه ما بتبيضش، او النتايه بتبيض بيضه واحده. فهو ده الميزه ان انت اشتريت حمام شغال. لكن لو انت اشتريت حمام شباب، حمام اشتغل عندك طلع بيبيض بيضه واحده، طلع الذكر بيبيض بيض فارغ، ده مش ضمان، ما فيش ضمان على انتاجه، لان انت شاري شباب هو ما جربوش، ما يعرفش حاجه، ما يعرفش حاجه عن انتاجه. تمام، دي حاجه. او ممكن كمان الشباب يطلعوا ذكوره او ذكوره اكتر من النيتيف، لو انت شاري جوزين طلع فيهم ثلاث ذكوره، وانت ما ينفعش ترجع له تاني تقول له الحكايه دي، لان انت شاري شباب ما انتش شاريهم شغال، الا اذا كان قال لك وهو متاكد ان دول مثلا عليهم ريشه جوزين كاملين ذكرين وانتهيتين، اذا كان هو متاكد فارجع له تاني. لو انت شاري زغليل مثلا، نقول خمس جواز زغليل، او زي ما بيقول انت، زي ما يجي واحد يقول لي انا عايز يا عم مصطفى عايز خمس عشوش زغليل اخوات، يعني عش جوز، العش جوز، يقول ليه؟ اقول له ليه يعني انت عايزهم اخوات ليه؟ يقول لي عشان يكون كل عش ذكر وانتهى. طبعا دي معلومه غلط، مفيش حاجه اسمها عش الزغليل ذكر وانتهى، عش الزغليل ممكن يطلع ذكرين، ممكن يطلع نتيتين، لكن هو 65% من انتاج الزغليل في الحمام اللحم من 60 ل 65% بيكونوا ذكور، الذكوره معروفه انها اكتر. النت بتكون من 35% ل 40%. فما ينفعش انت تيجي تقول لي ان بعد من الحمام ما يكبر واشتغل عندك الزغليل كبرت وبقت وصلت للانتاج، تيجي تقول لي لا يا عم مصطفى انت اعطيتني ذكوره اكتر من نوتي، ده شيء معروف وموجود. عايز ذكر وانتهى اشتري حمام شغال، ما تشتريش غير كده. لو انت عايزهم كل ذكر وانتهى، لازم تتوقع ان هيطلع عندك ذكوره اكتر من نوتي لو انت شاري شباب او لو انت شاري زغليل. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.